هذا ما وجدناها. ريحة قوية، هذه مليئة من الجبل، لاحظ ريحة قوية تغطي المنطقة. ما تقسع جنبك؟ يا شيخ صخر. نعم. اشرح لنا يا أخي ايش هذه؟ هذه صخرة. اسمك هذا؟ هذه أنت صخر وهي صخرة، أنا داري. لاحظ شوف الجزء الكورتز. في الظل أحسن. أيوه. في الظل. لاحظ كورتز هنا. جزيئات كورتز. طيب. صخور نارية. اسمه هذا. كاسيد النحاس هذا الأخضر. يعني طيب. هذه الحجرة تجسد إيش؟ تقريبا براكين. وإيش؟ وجاءت في منطقة فيها حبيبات كثيرة من الكوارتز والكذا. طيب لو نكسرها تقول ايش حصل داخلها؟ اسمه بقايا اسمه قشريات صح؟ ممكن صح؟ احتمال. خلاص مادام اخذت هذه تحافظت على المكونات هذه. أيوة. لو كانت ناريه عاليه بتضيع هذه، لكن هنا مادام يعني هذا كان داري وزنها كان 2 كيلو. ايوه خلاص نجرب نكسرها ونشوف ايش داخلها. تمام. نعم. لاحظ هذا اخضر. اخضر اخضر. لاحظ هذه كمان. أوه. كيف هذه قطعه من الكوارتز. اه زي البيضه صح، مجوفه كانها بيضه. انت مركز هنا؟ نعم. مفوكس؟ ايوه مفوكس. سبحان الله ايش هذا، والله كاني بيضه. ايوه كانها بيضه. و ايش هذا، ايش تحليلك هذا يا شيخ؟ صار شكلها نوع من القشريات هذه. لاحظ حتى ان احنا حصلنا هذه الحجر. ها كيف شكلها بلوري جميل جدا. ولاحظ زادت كمية البلورة اللي داخل هنا. مفوكس مفوكس ظهر لنا المكان اللي انكسر. شوف هذه قطعة بنفسجية. ايوه هذه لاحظ شكلها. ما هذا؟ نفس الكوارتز هذاك بس يا اخي هذا املس. ايوه ولونه بنفسجي. سبحان الله. لاحظ كيف شكله. هذا نزيد هنا ضربة. اوه هذه زادت الالوان الخضراء داخلها. شوف شكلك من اول التصوير بلا فوكس، كل شوية فوكس يعني. يعني حاجة داخل هذا حاجة كثيرة والله. ايوه اخر ضربة. لاحظ هذه القطعة. يعني كم حجرة داخل هذه؟ لا هذا أنواع وأشكال. أوه إيش هذه؟ فوكسي. أيوة شوف كيف ملونة. وهنا هذه قطعة، هذه بتكون قطعة. شوف هنا اللون الحجر نفسه بنفسجيها. هذا كم لون وكم شكل وكم حجر وإيش من نوع ومسامية. وإيش كمان؟ فيها مسامات كأنها زي الفقاعات داخلها. بجد سبحان الله، حجرة داخلها عشرة الأشكال والألوان.